بشكل سلس تسلمت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا مهام عملها من إدارتين متنافستين حكمت إحداهما شرق البلاد والأخرى غربها، لتبدأ عهدا جديدا بعد عقد من الفوضى وأعمال العنف. وخلال تسليمه السلطة في مراسم مقتضبة قال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة في طرابلس إنه حضر لترسيخ مبادئ الديمقراطية. وزارات الصحة والتعليم والمالية في طرابلس أصدرت بيانات تؤكد تسليم السلطة للوزراء الجدد. في الأثناء طالب رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد لدبيبة وزراء حكومتي الوفاق في طرابلس والمؤقتة في طبرق بعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات مخالفة لصلاحياتهم التسييرية بما يعدها باطلة ولا أثر قانونيا لها. وكان البرلمان صادق الأسبوع الماضي على الحكومة الجديدة وأدى فيه لدبيبة اليمين الدستورية ليبدأ مع حكومته مهمة صعبة لتحسين الخدمات وتوحيد مؤسسات الدولة والإشراف على انتخابات عامة في ديسمبر المقبل. تأتي هذه الحكومة بعد شهور من وقف إطلاق النار بين حكومة السراج والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، ويأمل الليبيون الخروج بعد هذا التوافق من الأزمة بعد 10 أعوام من الفوضى. لكن ما قد يؤرق مقبل الأيام هو عدم سحب قوى خارجية مسلحيها وأسلحتها حتى الآن من الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي تسعى الحكومة الجديدة إلى إنجازه بدعم من المجتمع الدولي.